نترحم على شهدائنا، شهداء الثورة الحقة، ثورة المستضعفين في البحرين ضد الظلم والطغيان والاستبداد. وفي هذه العجالة تستحضرني الآية الكريمة: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. هذه الآية الشريفة تشير بأنه من ضمن الواجبات والمسؤوليات على عاتق الإنسان المسلم أنه يسعى من أجل نصرة المستضعفين الذين يرزحون تحت نير الظلم والاستبداد. كيف والأولى هو أن ينصر الإنسان الأقربين وينصر أهله الذين هم يعيشون حالة الظلم والاستبداد. طبعا القيام الذي قام به الشعب البحرين أثبت للقاصي والداني مشروعيته. ثلاث شعب لهذه المشروعية: الشعبة الأولى المشروعية الشرعية الإسلامية الدينية، وهذه لا غبار عليها. ألم يقول النبي صلى الله عليه وآله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. ودعوات الله سبحانه وتعالى أن لا يقار الإنسان كما يقول مولانا أمير المؤمنين سلام الله على كظة ظالم ولا على سغب مظلوم، وأن لا يكون الظالم والمظلوم في خانة واحدة، بل ليكن الظالم خصما والمظلوم وكل المظلوم عونا، كل الظالم خصما وكل المظلوم عونا. هذه هي المشروعية الدينية التي أثبتتها الدعوات والالتقاءات بين هذا الحراك وبين دعوات أصحاب السماحة العلماء ومراجع الأمة وكل الكتلة الإسلامية الفتية، بل من غير الناس في هذه المنطقة ممن يعتقدون بمشروعية هذا الحراك من الناحية الإسلامية. المشروعية أو الجانب الآخر والزاوية الأخرى هي المشروعية الإنسانية، وهي بأنه كل الدساتير والعهود الدولية قد أعطت الحق لأبناء الشعب إذا رأوا بأنه مغلوب على أمرهم وأنهم لا يتمتعون بالحرية والكرامة، بل يتم مصادرة ثرواتهم من قبل فئة قليلة، فهو المشروعية الدولية والقوانين الدولية تعطيهم الحق بأن ينهضوا ويطالبوا بحقهم، وحتى بتغيير النظام. عندما يقول مثلا الناس نطالب يعني بإسقاط النظام، فهذا من حقهم. أصلا الدساتير المتفق عليها عالميا ومنها دستور 73 أو غير ذلك في مادته الأولى تقران بأن الشعب هو صاحب السيادة وهو مصدر السلطات جميعا، فإذا سلبت سيادته عليه أن يستنهض ويستنقذ حقه في السيادة، فهذا مما لا شك ولا غبار عليه أبدا، وهو الذي ينبغي أن تكون له يعني هو مصدر السلطات جميعا، لا يكون مصدر السلطات فئة معينة تنتمي إلى قبيلة معينة الخليفة أو غيرهم أو إلى عائلة معينة أو ممن يعينهم هؤلاء، لا، ينبغي أن يكونوا هم الذين
يكونون هم مصدر السلطات جميعا حقيقة هذه المادة. وقس على ذلك العهود الدولية، العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، وقبل ذلك مسألة الميثاق الدولي لحقوق الإنسان. وعلى ذلك من أجل ذلك رأينا كيف أن الأحرار في العالم دعموا هذا الحراك، ورأوا أنه هناك مشروعية لأهل البحرين أن ينهضوا يطالبوا بالتصحيح هذا الظلم الواقع عليهم. المشروعية الثالثة انطلقت من أنه الشعب بكل فئاته بكل انتماءاته شيعة وسنة وغيرهم إسلاميين وغير الإسلاميين كانوا نهضوا في هذه الفترة 14 فبراير 2011، وطالبوا بحقوقهم. نعم هناك فئة من العبيد، هناك فئة أيضا من الموالين إلى النظام الجائر. نعم هؤلاء يعني حتى لو قدر أن يكون هناك تغييرا لأبوا إلا أن يعيشوا عبيدا، ولكن إذا أسيادهم قالوا نريد مثلا أن نغير ونعمل مثلا برلمان فرضا كامل الصلاحيات، فطبلوا وزمروا، دائما يطبلون. ولكن فعلا هناك مشروعية بأنه الناس في البحرين سواء أصحاب السماحة العلماء وعلى رأسهم سماحة أيت الله الشيخ عيسى قاسم، هذا الفقيه الكبير الذي هو بدرجة إلى درجات المرجعية في العالم الإسلامي وغيره من أصحاب السماحة العلماء، وأيضا كل فئات الشعب التفوا على ذلك. طبعا الآن نحن بعد مضي 9 سنوات أو 8 سنوات ونحن داخلون على السنة التاسعة، نحتاج أنه نجدد هذه الثورة بأن ربما على 3 جهات. أولا أن نحاول أن نرسم برامج من أجل تقوية هذا الحراك، لأنه الطرف الآخر مدعوم من الاستكبار العالمي، من الاستكبار والصهيونية العالمية، وهذا واضح للعيان. وليس أدل من ذلك عندما يكون سفير النظام الخليفي في واشنطن يحضر حفل وصمة العار لبيع الكرامة الإسلامية والعربية وبيع الأراضي المقدسة المغتصبة. فالطرف المستكبر والمستبد في العالم هو يدعم من هو متسلط على رقاب الناس، فينبغي لنا نحن أن نحاول أن نتلمس ما لدينا من قدرات ومن طاقات ومن إمكانات، ونحاول أن نوظفها من أجل أن يكون هذا الحراك مستمرا. وفي هذا المجال ينبغي أن لا يكون هناك أي فتور، وينبغي أن نلتقي، يعني نحاول أن نرسم هذه البرامج ونفعل هذه الأدوار. المسألة الجنبة الثانية هي أننا ينبغي أن نحافظ على وحدة الكلمة، وحدة الصف، نحاول أن نقوي بعضنا بعضا، كل الأذواق والزوايا التي ينتمي إليها أبناء الشعب وفصائل الشعب ينبغي أن تعرف بأنه عدونا شرس وذات إمكانات مدعومة لا أقل من محمد بن زايد، محمد بن سلمان وأمثال هؤلاء، يدعمونه الدعم الوافي، ومن ورائهم طبعا الصهيونية وترامب وأمثال ذلك. ينبغي علينا أن نحاول أن نتكاتف أكثر ما يمكن، لأن هذا هو الذي فعلا يجعل منا إن شاء الله قوة. الوظيفة الثالثة والأخيرة، وهي ربما لا تقل عن الوظيفتين الأوليتين، هي أن نحاول أن ننمي جانبين في أبناء الشعب، الجانب الاقتصادي، وربما أقدم على الجانب الاقتصادي الجانب العقيدي، الجانب
يعني أن يكونوا على درجة من النهج الصحيح والاستقامة، لأنه وثم الجانب الاقتصادي، لأنه النظام يحاول أن يبعد أبناء شعبنا عن عقيدتهم، يحاول أن أيضا أن لا يكون لديهم هذا النماء الثقافي العلمي ولا يكونوا مستقيمين، يحاول أن يزرع الفحشاء والمنكر بين شبابنا، يحاول أيضا أن يجعلهم جاهلين، يحاول أن يقصيهم عن مقاعد الدراسة من البعثات، يحاول أن يعني يجعل الخدمات شبه معدمة بالنسبة لأبناء شعبنا. ينبغي علينا أن ننتبه كيف نستطيع أن نقوي هذه الجنبة وكذلك الجنبة الاقتصادية. حقيقة هناك اليوم هناك حاجة إلى مزيد من التكافل الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما لدعم أسر الأسرى، أسر المعتقلين. هؤلاء ربما كثير منهم متعففون، كثير منهم يحتاجون فعلا إلى الدعم الذي كان يقدمه لهم هذا المعتقل الذي كان ربما يسترزق الله سبحانه وتعالى ويأتيهم بزاد وهم محرومون. حقيقة كثير من عوائل الأسرى فعلا هم محتاجين، فينبغي علينا أن نحاول أن ما يمكن لنا أن نعمله، رغم أننا محاربون، رغم أن هذا العمل أيضا محارب من قبل النظام، ولكن ينبغي علينا أن نتلمس كيف نستطيع أن ندعم عوائل، ربما طبعا لا أقول عوائل الشهداء لأنهم ربما أقل بكثير من عوائل الأسرى. عوائل الشهداء إن شاء الله بإذن الله أيضا ينبغي أن يكون هناك التفات إليهم، ولكن عوائل الأسرى من بدرجة كبيرة. وطبعا على المستوى الدائرة الأكبر مسألة الشباب اليافع المؤمن الذي يحتاج أنه يقوي مثلا جانبه الثقافي وجانبه العلمي. ينبغي علينا أن نحاول أن ننهض هذا وننمي في أبناء شعبنا هذه الجنبات. نهاية كلامي هو أن الحمد لله رب العالمين، طوال هذه 8 سنوات لم نجد من القائمين على الحراك من يخضع ويخنع ويتراجع ويستسلم بحمد الله تعالى، وهذا بحد ذاته يجعل قوة في هذا الحراك. ينبغي أن نواصل، أن نكون صامدين، أن نكون مستمرين، أن لا نخنع أبدا، وهذا الأمر إن شاء الله إذا استمرنا عليه ولكن ببرنامج عمل الله سبحانه وتعالى هو يعني الذي يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إن اتقينا الله سبحانه وتعالى وصبرنا ورسمنا الرسم الطيب إن شاء الله فسنجد لا محالة، كما قاله سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم. يعني الله سبحانه وتعالى لا بد أن ينصر هذا الشعب، يعني لا غبار على ذلك، لا غضاضة ولا غشاوة من ذلك. وأقول لكم بأننا نجد بأننا إن شاء الله إذا استمرينا على نهج محمد وآل محمد واستمرينا إن شاء الله على هذا الحراك الذي هو ذات المشروعيات، واستمرينا في الدعم الذي ذكرته على المستويات الثلاث، الله سبحانه وتعالى لا شك في أنه سينصرنا عاجلا أو آجلا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.